الطب هسه مش باحسن مراحله بالاردن خصوصا، وفي الاف الدكاتره ولكن في بس محترف واحد على الوزن الثقيل اللي هو انا. فلو بدك تيجي تقيسها من ناحيه منطقيه اي حدا ممكن يختار كمال الاجسام، وبالاخر الواحد بيختار اللي هو الشيء اللي عنده شغف فيه اكثر، واللي هو بالنسبه لي كمال الاجسام اكثر من الطب. هذا لا يعني اني ما بحب الطب، ولكن اذا كان بدك تختار فانا هذا كان خياري وما بندم عليه ابدا. بالسنوات الاخيره كان شفنا كان في عرب صاروا يتنافسوا اكثر بهاي البطوله. الاردن كان له مشاركه وحيده في قبل 16 سنه من بطل مصطفى حسنين، وانا جد فخور اني قدرت ارجع اسم الاردن على هاي اللائحه، وان شاء الله ما بيكون بس مشاركه، بيكون فوز بالسنين